برنامج الفهم عن الله السنة دي هدفه الوصول إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ليه يعني؟ كل القواعد بتصب في الإحسان، الجامع لكل القواعد الوصول إلى الإحسان. ليه يعني؟ ما أنت تفهم وتفهم وتفهم لغاية ما تحبه، وتفهم 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 لغاية ما تحس بيه، وتفهم 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 لغاية ما تعرف أن الوجع اللي كان وجع كان رحمة من الله وأنت ما كنتش واخد بالك. لما فهمت حسيت بيه فعبدته كأنك تراه. تفهم وتفهم وتفهم فتحل الألغاز اللي كانت ألغاز شايفها في حياتك، فتقول له يا رب أنا فهمت يا رب، فيمكن تلاقي دموعك بتنزل. وعلى فكرة القرآن كده، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. عرفوا في القرآن يعني فهموا، لما فهموا بكوا فحبوه فحسوا بيه فوصلوا للإحسان. وهو الإحسان إيه غير أنك تحس بيه؟ أنت تحس تقول إن البرنامج كله هدف الوصول إلى الإحسان. لو وصلت للإحسان أنت فهمت كل حاجة. حارثة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 18 سنة بالمناسبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كيف أصبحت يا حارثة؟ أخبرك إيه؟ صحي إزاي؟ بيكلمه صباح الخير يعني. فقال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. إيه ده؟ قال يا حارثة إن لكل قول حقيقة، فانظر ماذا تقول. إيه الكلام الكبير ده؟ عنده طمأ صغير. قال يا رسول الله أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا. الإحسان وصل، كأني أرى عرش ربي بارزا، أن تعبد الله كأنك تراه، وكأنني أرى أهل الجنة يتنعمون في الجنة. فأسهرت ليلي بالقيام وأظمأت نهاري بالصيام. قال يا حارثة عرفت فالزم. أنت عرفت كل حاجة. الفهم عن الله هيوصلك للإحسان. لو فهمت وفهمت هتيجي على العشرة الأواخر، وإن شاء الله تبعت لي، إن شاء الله تدعي لي، أنا بدأت أحس قوي، أنا حسيت بالله، أنا وصلت للإحسان. وبالتالي حلقة النهاردة مش حلقة مقدمة، حلقة النهاردة أهم حلقة، لأن حلقة النهاردة افهم الإحسان، افهم تلت دينك، لأن تلت دينك هو الإحسان. طب هو الإحسان ده يعني حجمه قد إيه في ديننا؟ الإحسان تلت ديننا. عارفين حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة جاله مش في صورة ملائكية، المرة الوحيدة اللي جبريل يأتي للنبي في صورة بشرية، ويدخل من باب لغاية النهاردة اسمه باب جبريل جنب باب الروضة على طول، عشان كل الصحابة يروا الحديث ده ويبقوا مركزين قوي. وقام سأله ثلاث أسئلة: يا محمد ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ إيه ده؟ ده سأله ثلاث أسئلة بس. والنبي قام قايل لعمر بن الخطاب: أتدري من السائل؟ تعرف مين اللي سأل؟ قلت الله ورسوله أعلم، لأنه جه في صورة بشرية. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عارفة لو قال يا منا من دينكم يبقى في حاجات تانية، لكن طالما قال دينكم يبقى هو كل ده دينكم: إسلام، إيمان، إحسان. إيه ده يعني الإحسان تلت ديننا؟ إيه ده بس المسلمين مش حاسين بالإحسان؟ إحنا عايشين بتلتين ديننا. ما فيش صفحة في القرآن إلا فيها إحسان. أكتر موضوع ذكر في القرآن هو الإحسان، لأن كل ما أنت ماشي في القرآن هتلاقي كلمة الحسنات. ما هي الحسنات؟ إنك تعملها بأحسن ما عندك. ما هو ما سماهاش الطاعات، الحاجات الحلوة في ديننا اسمها حسنات من الإحسان. ما هي أسماء الله اللي هي كلها في القرآن اسمها أسماء الله الحسنى، لأن كل ما تحسن ربنا يملأك بأسمائه الحسنى، لأن الجامع لصفات الله هو الإحسان. فكل ما تعيش بالإحسان تحس وتفهم أسماء الله الحسنى، تشربها شرب لأنك عشت بالإحسان، بس تحس بالله. إيه ده؟ ده موضوع كبير جدا في ديننا، موضوع كبير جدا في ديننا. طب هو ليه مهم كده جدا في ديننا؟ لأن الإحسان ببساطة إنك تفعل إحساسك بالله. أنت مش حاسس بيه، أنت بتصلي، أنت صايم رمضان بقالك 20 سنة مش حاسس بيه. الإحسان هو تفعيل إحساسك. يا أخي حس بقى، حس بالله بقى. إيه ده؟ هو ده الإحسان؟ يعني أنا لو بدأت أحس أنا جبت الإحسان، أنت جبت أعلى حتة في الدين الإسلامي. يعني الإحسان في الآخر إيه؟ حاسس بربنا قوي لما بذكره، أنا مش بغبغان، أنا حاسس باللي بقوله، مركز، عندي وعي باللي بقوله، حاسس بيه زي حارثة كده. لما بقرأ قرآن بحاول أحس إن ربنا بيكلمني. أنا بدأت أفهم القرآن، ده أنا كنت مش فاهمه خالص. أتاري ولقد يسرنا القرآن للذكر. كل ما تحس تفهم.
إزاي وأنا مش فاهم لغة عربية؟ ما هو ده من معجزات القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر حد يحس عشان أفهمه؟ كل ما تصلي أنا الحقيقة صلاتي بعملها بالعافية أداء واجب، طب حس كده الله دي تلوت قوي. الإحسان هو تفعيل الإحساس، اعمل أكتيفيشن للإحساس، قوالب تدخل جواها الإحسان فتحييها.